Fatal, la beauté révélée تقدم داري دارك. واليوم معايا نجم مهداوي. مرحبا 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 نجم. مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا، نحويلك. حلوه الفكره تاع داري دارك، حلوه برشا. قليل توا اللي يعرفها الكلمه، اللي في التاريخ معروفه، في تونس معروفه. مرحبا بك، هذه داركم. عايش ايش حلوه، ملا شرف معناتها نكونوا موجودين معاك في الاتولي نتاعك. بناتي صوروا بون ان نو با تون تالون مي هاكا ان فون نورمال. ليش ليش ستيفلي جاي نحكي لك الكونسيبت عمره 8 شهور واليوم اول حلقه سبونسوريزي، دونك فريمون نحب نشكر فتال اللي شجعوا فيا. وانت تعرف اهميه سبونسورينغ، واحد كي يحب يبدع ولا يعمل حاجه مجهود ويلقى شكون يدعمه حاجه تفرح برشا. انا ترجع الورقه تاع فتال، بديت نحفر في النجوم، وصلت 32، ماذا بيا تكملوا النجوم هذوما. ان شاء الله. اما تحطوا 8 نجوم كبار، وهلال تبارك الله، تونس عندنا الهلال، وما شاء الله. دونك ان شاء الله مستقبل الفكره هذه، خاطر بصراحه فكره حلوه برشا، وبلغه اللي يفهموها التوانسه الكل. واحنا كنا في حاجه للشيء هذا. يعيشك يعيشك يا نجي. مانيش باش نقدمك، معناتها فنان تشكيلي متميز عالميا، قدم باش نحكي عليك وعلى اللي عملته وعلى اللي عطيته لتونس. زيد باش نبدا، خدمت على الورق، على النسيج، على البلار، على الجلد، على الحيوط، على الطيارات، نقشت الثلج باللازير، معناتها اش خليت؟ بلي خرج في الفيسبوك من البارح اخبار، هو بدا يولي قديم شويه ولكن حلو برشا. فما مؤسسه مع فنان طلع فكره، يقول ابعثوا للبلدان الكل، للفنانين البلدان الكل، كل انسان مطلوب منه يكتب اسمه، اسم بلاده، وكلمه التسامح بلغه اللغه الرسميه بتاع بلاده. الحق رحبت بالفكره وشاركت فيها، وخرجك في الفيسبوك فما صوره، نقولوا بوستير معناتها المعلقة لافيش، ولكن هذه البوستير من حجم كبير، 6 أمتار مربع. أول ما خرجوا البوستير بتاعي خرجوا في أمريكا وكندا. هذا أخبار خرج البارح ولو قديم شوية. حصلوا كلمة التسامح هامة جدا جدا، خاصة اليوم. هذا على فيها صحيح. أنت التسامح والتعامل والانفتاح مهم برشا برشا في المسيرة متاعك. تقول التكرار يسجن، ما تفرض الشخصية متاعك إلا بفتح أبواب جديدة. تقول لي نعم. ببغيو معناتها ماكش خطاط تعاود في نفس الحاجة، يلزم كل مرة نفس جديد. اللي سميناها عملية الببغاء، اللي هي تو قرون والناس تعاود وتكرر، خدمة شغل خدموه نساء ورجال في عهد ما. اليوم بلغة اليوم، لغة اللازير ولغة المعاصرة اليوم، كيف يمكننا أن نعبر على يعني مجتمعنا وبيئتنا ويعني وثقافتنا بلغة اليوم ولا بلغة التكرار، مش نلبسوا حوايج غيرنا اللي هي قرون تعدات. يقول لك أمجاد وكذا. جات فترة تكلمنا على الهوية والتراث، عندما نسمع إنسان يقول إحياء التراث، التراث عمره ما مات، كما صديقنا عزيز المداني يقول ما دام صحن الكرسي موجود التراث عمره ما مات. يعني إحياء حد شيء، التراث حي، ولكن إحنا خاصة الخلاقين المبدعين والفنانين إنسان يعتبر نفسه يعني رسام أو نحات أو كاتب أو شاعر أو ممثل مسرحي أو سينمائي وكذا، كيفاش ينجم يساهم في المجتمع بتاعه، يساهم مفهوم الطليعة، مفهوم ينظر للمستقبل، كيفاش يحرك الديناميكية، ونبعده من فكرة أنت وأنا وهي وعلاه ولواه. قلنا أن البحث عن الهوية فقط يؤدي إلى التقوقع العشائري والعقم.
وغلق الأبواب على الثقافات الأخرى. كيفاش نتعامل مع الآخر لا بمفهوم التبعية، بل كيف نتماشى مع بعضنا بعض لبدل الأفكار، بدل الأفكار وقدموا ويصير حوار الثقافات. نسمع تو محاضرات يصيروا على حوار الأديان وحوار الثقافات. بودي يصير حوار رسمي، ولكن إلا بالوعي من أحنا وش نقدروا نخدموا. أحنا نساوي رجال في عهدنا اليوم بلغة اليوم محبة الأرض اللي احنا نعيش فيها. هذا هو يعني. أختي قلت لي عفوا سمحني، أختي قلت لي صورت على كذا كذا كذا، هو بداية الفكرة بتاع نمشي للآخر مش نفهم شو الفرق، شو اللي فرق ما بيناتنا، ويحتمل نتعلم، ويحتمل في نفس الفترة اللي من يسموه نظرة الآخر علينا. ولكن ماذا نقدر نقدم؟ لماذا بصراحة في الأوساط الفنية على الأقل في ميدان الفنون التشكيلية اللي يسميه فنون تشكيلية، اللي بصراحة حسب التقريب غلط الكلمة، من قرون مش عنديش تاريخ بالضبط، من عام 1765، وإلا تدخل المتحف العالم يعني اللي قدم فاتنا برشا، وتلقى أعمال فنية بتاع نساء ورجال من وطننا أحنا حيين يديو اليوم. هذا كنا منوجدوه. نجي نشوف المتحف اللي عندنا، المتحف اللي نتركز عليه والفخرة بتاعنا ما شاء الله، سنين احنا نعيطون ودار العجيب. مش معقول كيف نطوروا الفكرة هذه وندخلوها في المعاصرة. الحداثة راهي قدمت بينا ولا بغيرنا، قدمت. كيف ندخل في اللعبة اللي هي دوامة عملية مجنونة؟ شاهد في لعبة مجنونة. الشهادة بتاع كل إنسان في اليابان حتى الجابس، كل إنسان يقدر يقول يتكلم ويعبر بلغة الوطن إذا حب الوطن هذا، إذا كان احترم الأسس بتاع الوطن هذا. نفهم كلامك، اما مش سهل واحد باش يوصل صوته. معناتها انت تبارك الله بالفن والمسيره نتاعك، زرت البلدان الكل واسمك معروف ودخلت فنك في انحاء العالم الاجمع. دايوغ نحب نسالك شنية التجربه ولا البلاد، صعيب سؤالي، اللي مبهرك الاكثر؟ شنية فريمون اللي هكا عندك ذاكرة سبيسيال نتاع بلاصه مشيت لها ولا عمل مشترك عملته اللي لليوم ما نجمتش تنساه؟ فما أمثلة كثيرة، فما تجارب صاروا في مناطق. مثال ناس يحترموا الثقافة، ومش حكاية فلوس وحكاية تغذيين، بلاد اللي ما عندهاش إمكانيات كبيرة. لكم مثال كوبا، الهافانا كوبا. التجارب اللي قاعدة تصير في أمريكا اللاتينية اللي هي تخص تهمنا احنا العالم الثالث، وخاصة الوطن العربي، مناطق في الوطن العربي، نحو منطقتنا احنا المغربية المتوسطية، الشغل اللي يخدموا فيه بدون غلطة، وإن شاء الله مانيش غلط في كتابي هذا، التجارب اللي صارت مع الفنانين، ولكن وعي جماعي. كيما جات فترة في تونس دائما نفكرها، إن شاء الله نفكرها للشباب، وإن شاء الله في التعليم يفكروا هذا، كانت عندنا وأنا ضد كلمة كنا 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 كنا، اليوم مش تعمل. ولكن جات مجموعة مثال في تونس، كان توفيق بكار، صلاح جرمادي، فريش وشين، محمد عزيزة، عزيز المدني، ناصر الشيخ، نجيب الخوزة، كنا نتلم، ولا واحد منا كان يقول الفنون التشكيلية ولا لا. كان اللي عنده بدا في مسرحية يسرد علينا اش حضر في المسرحية، الشاعر يقدم لنا الخدمة بتاعه. كنا نتلم مجموعة للتفكير، ماهوش كلوب، ماهوش نادي، باب مفتوحة، ولكن كنا عندنا فكرة. اليوم عفوا نسمع فيك، نحب نوري شوية أعمالك وانت تتكلم. شفت مقطع الطبول، صمت الطبول اللي تعرضت في دبي وتعرضت في باب المدينة في المملكة العربية السعودية.
نحن هون في معرض مهدي الأسود، هذوما الصور نتاع مهدي الأسود هو اللي عمل ريبورتاج هذا عليك. سينجي علاقتك مع الديجيتال، معناتها تحكي اللي يلزم واحد يحكي بلغة وقت، ودايوغ نعرفوا اللي عملت لوحة في السياج نتاع فيسبوك وهذا فريمون شيء يشرف. شنو علاقتك بالديجيتال اللي فينالمون قتل القلم كلكو بار؟ كيفاش تتعامل؟ هاو تبارك الله على زوم نجاوب كلمة برك. مسؤولين فيسبوك في امريكا عندما صار اتصال هم يبنون في البلد العمارة بتاعهم فوق جزيرة في سان فرانسيسكو، السؤال بتاعهم هو أنت تونسي رسام؟ نعم. أما تعيش وين؟ تعيش في أوروبا؟ لا، تعيش في تونس. أي وين باش تصمم في تونس؟ تنطلق من تونس؟ هذا لازم نخبوا عليه. شنو هو الإحساس تبدا هكا قاعد ويكلموك فيسبوك يقولوا لك إيجا؟ معناتها حاجة خيالية بالنسبة لل هم اتجهوا لعدد كبير من سمحني خلينا نشوف الصور. واللي مع فيراري الرسام الإيطالي المشهور فيراري، وهذا جمعية ما شاء الله تصورت بجمعية نور. المسؤولة بتاع جمعية نور في الخليج عندما طلبوا مني سيد وزير الثقافة الخليجي، طلب مني مع مجموعة فنانين أربعة بالشباب نقدموا لوحة للمزاد للبيع. مؤسسة نور، مديرة مؤسسة نور نذكر المؤسسة هذه، تقول لولا ما عملنا تجارب مع المرأة التونسية في تونس لا قدموا في أفكار معاصرة كما هذا. وتحطت اللوحة هذه للمزاد وداووا بها 6000 شخص بالكاتاراكت العينين في العالم، والحمد لله كانت مهدات. جميل جدا. نجي تقول اللي انت تجسد الإيقاع، تعطي صوت للحروف ولا للكلمات. اي نعم. شنو هو الفرق بالنسبة ليك بين الحرف والكلمة؟ النقاد الأجانب بنلومش عليهم، يقولك ثقافة أخرى، ولكن النقاد اللي عندنا احنا في الوطن العربي الحرف والكتابة الخبرة بتاعه والعلامة بتاعه، وما شاء الله طور سنين نقول قرون ولكن سنين إعادة المدارس اللي نسميهم الأقلام الستة. فما مدارس خارق العادة كانت منهم تونس والشام والقاهرة وبغداد، واليوم نوجد اليوم على الساحة مدرسة إرسيكا في إسطنبول اللي أثر على الناس الكل، ما فيش أثر على تونسي والحمد لله. ولكن اللي دفعت عليه من الجانب التاريخي هو الأنماط اللي خرجت من القيروان، القوفي القيرواني اللي أثر على المنطقة المغربية وراح الأندلس ولت من أكبر مدارس العالم، ولكن لليوم لن يقدر حد يدرس مدرسة القيروان في الاتكلم في العالم الوطن العربي ويقول الفن بدأ مع مخطوطات القيروان. وهذا يعني التاريخ يشهد به، والكتب إن شاء الله أحنا نتجاوب أكثر فأكثر بالمجموعة هذه. الحرف سلطان، الحروف ما نجدوش مع نهار صبت الشتاء هبطوا. الجزم أول حروف قبل الإسلام الموجود في المنطقة العربية في الوطن العربي، وطورت الفكرة وجات مدارس فوق مدارس. أهم شيء فما مدارس الأقلام الستة، هذا شيء جميل جدا. ولكن بالبداية قررت أن لا نكتب، دوري مانيش كاتب ومانيش شاعر ومانيش مؤرخ. جمال الحرف فقدناه، عندما ننظر لوحة فيها كتابة نسمع المضمون بتاع الكلمات. ولكن أنا من جانب الفني التشكيلي قلت الحرف السلطنة بتاع الحرف هو فن فقدناه، وقعدت نتبعه في الكلمة. مع كامل احترامي لأي شخص يكتب ويعاود الكلمة والجملة، ولكن المصطلحات الموجودة في الغرب اليوم ما زلنا. أنا تو باتصال مع من نجم أقول من أكبر يعني
بحثين على الأقل في الحروفية في المنطقة. يقول لك إبستيمولوجيا، مازال ما ترجمناش برشا كلمات. وقت يقول جرافيم كيفاش باش ترجمها؟ ومن جرافيم يقول مورفيم، ومن مورفيم يقول سيمام. هذوما كي تبدا فما محاضرة وخاصة فما طلبة بيحبوا يصنتوا، وقت يقول طلبة خلينا نفهموا بعرض أكثر من هكا. ولا فنان تونسي من جلال بن عبد الله ويحيى وعلي بن سالم، هذوما ما يقريوهمش في المدارس التونسية. واحد الفنون الجميلة ما يدرسش. عندما تدخل خالد بن سليمان أو نجيب بهداو في يسميوه البوزار، يقول لك من هو؟ هذا مش معقول. خلينا ما نجمش نعمل إحصائيات بتاع المدارس، مش وقت الحصة بتاعكم هي جميلة جدا. معناتها نلخص كلامك، ما يقريوش الأسامي الكبار هذوما متاعنا معناتها في مدارس. معناش متحف وين نجمو نتمتعوا بالإستواغ دو لاغ تونيزيان، معناتها يتلموا تو لي كوران. ماهوش موجود في البرنامج إن شاء الله. ولكن معاهد البحوث، لماذا كل مرة لازم نعاودوا نحكيو تاريخ العالم باش نحطوا احنا وين؟ لو نبداو عندنا ثم طلبة يقول لك اعطيني نسخة، نسخ فوتوكوبي، اعطيني كذا، مع في مكتب الهندسة المعمارية تاع سيدي بوسعيد القصب الثالث طلب مني ان نعطي فكرة. عندما ذكرت اسماء في مثال في السيراميك خالد، او ما شاء الله الاجيال اللي قاعده تطلع في تونس واحد ما يصورهمش في باله المستوى العالي في كثير من الميادين. ولكن في موضوع اخر اللي تلاهو بالسينما، تقدموا شويه اكثر على جماعه المسرح والمسرح الفنون التشكيليه، ولكن الماده موجوده، الاطار الرسمي للتوجيه، وما نقولش الإعانة، نكرهها كلمة إعانة، ولكن التوجيه هو ضد صمته. قاعدة تطلع في شباب من تونس، كي نحكي ما يصدقونيش، كي نحكي في كندا أو في دبي نحكي على شباب تونسي اللي قاعد يطور، ولكن من يحب شكون يتصدق، مش حكاية تشجيع، حكاية تحطه في إطاره وأعطيه قيمته. هذه هي سنجي نجم نقعد شوية نسمعك نقدمه شوية. نحب أن نفسر اللي أنت تخدم في دارك، خاطر تقول اللي كان الفنان يغادر داره باش يمشي الفكر يتغير يتشوش، معناتها فما دي بارازيت كي تخدم. عادة. دونك احنا البرنامج اسمه داري دارك، دونك بالحق احنا توا في دارك اللي هي حاجات وراك هيني الكاميرا باش تدخل. انا نحب حاجه في داري. انت خصيصا كي كنت نعيش في الخارج، اذا كنت تسمح لي صديقي سي احمد السباوي، برشا ناس يثبتوا في الاسم اخوة وانا مش اخوة، اخوة بالقلب وبالروح. وقت تقول داري دارك، كي ندخل لتونس كي نروح لتونس، مع عداء اللي نضيف عند اختي الكبيرة واختي فلانة، ضيف عن سيد أحمد ونيلة، بيتك هي هذه الحكاية اللي نحب نحكيها. اللي أظن زدت عندك لوحة ألوغ استنى سينجي خمس، بل من تولد بيتي كانت بيت سينجي. معناتها كي كان يجي لتونس يجي بحدا الوالد والوالدة نسلموا عليهم أحمد دونيتو. دار. وفما حكاية معناتها فما في داري لوحة عمرها قد عمري، خاطر ليلة اللي أنا تولدت أنت في بيتي كملت اللوحة هذه. وحكينا كيفاش حبوا يخرجوا الكلينيك. والله العظيم نحمي خشعر، خاطر فكرت هنا أنا نخدم. الله أكبر. هذه اسمها بيت الديسونس بتاعك. فوالا قد يقدوا التابلو هذا. دق علي قال لي انا خرجت من الكلينيك نايل الاظهار للولادة، وهي ليلة ولادتك. اكبر يعني
درس في كلمة داري دارك هي هذه التطبيق بتاعها. ولكن بصراحة كنت دخلت في دارك رحت لتونس، الحظ ضحكنا برشا مع سيد أحمد بنينة وسليم وشادي ودي نزول بالمكتب برشا ناس يسألوها أخوار مش أخوار، يعني فما تأثير كبير والروح يعني تتخفق بالمفهوم هذا. برشا محبة ميرسي. ما نجمش نشكرك قد ما نحب على هالنص ساعة اللي عطيتها لي. شنو نجم نتمنيو لك للمستقبل؟ خاطي الصحة والعافية وإن شاء الله ديما العائلة فرحانة. نحترموا بعضنا، واللي عنده تجربة بدها بغيره ما نغلقوش الأبواب على تجربنا والمعرفة بتاعنا، ومهما كانت المعرفة مهما كان المستوى بتاعها، فتح الأبواب وتخلق حوار مع خاصة حوار الأجيال. لا يعني كده لا تو أقول لك بالفرنسية أيام زمان وبون فيو تون، شيء ساعات حاجات واحد يحشم يلزم الأجيال تفتح لها الأبواب وتعدي المشعل اللي يتعدى بسرعة. قبل ما أقول لك فلان كان وفلان كانت وفلان يتعدى، احنا اليوم الاحترام ويتعدى الحوار بأحسن لغة وأحسن إمكانية. وإن شاء الله أنا متفائل، ما تتصورش في بالك، متفائل على شباب تونس على مستقبل تونس، قاعدة تنتج في حاجات خاطر مهتم كثير السينما والرقص والمسرح والفنون الكل. الغلطة لا أبقى توجيه إطار ومجال اليد ومش خاصة مش خاصة يسمى حتى حد لو بشخص تمد الإمكانية لمستقبل البلاد، مستقبل الوطن هو الشباب، هو لغة الشباب. إذا ما نسمعوا لغة الشباب رانا ما فهمنا حد شيء، رانا غلطين. مكبر قلبك. سؤالي كان شنو نجم نتمناو لك وانت تحكي لي على الشباب وعلى التفتح والتسامح. الف شكر يا سينجي، ميرسي بوكو، وان شاء الله انا نشكركم عن قريب. محلاه التيتل بتاع محلاه اكسترودينير ان شاء الله. انت تحب تخربش لي داري دارك؟ مرحبا. عظيم. اذا نصور انا والبنات. الف شكر تعيش. بكون إن شاء الله تمتعت. بارك الله فيكم. ألف شكر. ألف شكر. عايشك. باي باي. مخصوص. فلنا متغلش منها حد اللي قلناه رب نزاهة كبيرة ومحبة كبيرة ومعزة للناس كل، وخاصة احترام للناس كل. محليك. إلى اللقاء. باي باي. عايشك.